انطلقت اليوم بمدارس البحر الأحمر امتحانات آخر العام بسنوات النقل للصف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي. وقال وكيل مديرية تعليم البحر الأحمر مصطفى عبدو إن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى أي شكاوى على مدار اليوم في امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، وأشار إلى أن نسب الحضور اليوم تراوحت بين 97 إلى 99% بمدن المحافظة، وأضاف أنه تم تفقد عدد من لجان مدارس الغردقة لمتابعة سير الامتحانات دون ورود أي شكاوى، حيث تعمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تعوق سير عملية الامتحانات والعمل على حلها فوراً. لم نتلقى أي شكوى حتى الآن في غرفة العمليات. النهاردة في سنوات النقل الرابعة وخمسة ابتدائي وأولى وتانية إعدادي وأولى ثانوي، والحمد لله بتتراوح نسب الحضور ما بين 97 و99، وتم المرور على مدارس مختلفة والحمد لله الأمور ماشية تمام. وطبعا طبقا لتعليمات معالي الوزير احنا بنسهل كل شيء لأولادنا لأن هم في الأول والآخر مسؤوليتنا، فبالتالي ربنا يوفقهم ويدي رسالة طمأنينة لكل أولياء الأمور.